في الميديا. طب تعالوا بقى ما نشوف بقى حبايبنا لما سألناهم برضو في الشارع وقلنا لهم ايه رأيكم المشاكل اللي بتحدث للطفل نتيجة الطلاق والانعكاسات اللي بتحدث من الأب والأم نتيجة الخلافات اللي سببها الطلاق على الطفل دوت. تعالوا بقى نشوف قالوا ايه ونرجع لكم تاني. وحلمي إيراد حنية. نتيجة المشاكل بتبقى الطلاق، وديت ظاهرة منتشرة جدا في مصر عليه. النتيجة على الأب والأم إن حياتهم بتبقى فاشلة، إن هما الاتنين هيعيشوا عيشة عند مع بعض في نسبة مش قليلة بينتج انفصال. يا إما طلاق يا إما ده يروح في سكة وهي تروح في سكة. طلاق هنوصل إيه والعيل هو اللي بيتظلم؟ البيت كله أصلا بيتأثر من كل حاجة، بيبقى سبب انفصال لما هو مثلا في خلاف فيها لازم تستحمل، لازم هو يستحمل يطاق الله فيه. عمري الحياة ما هتكون مستقيمة. هنوصل لإيه بقى في النهاية؟ هنوصل للطلاق. الأطفال بيتأثروا بطبيعة المشاكل الأسرية، بيتأثروا كمان بشكل الأم والأب، شكلهم في البيت عامل إزاي؟ مشاكل بيتشردوا الأطفال وبيتبهدلوا في سبيل عند الزوج مع الزوجة. هيوصلني إن أنا للأسف مش هخليهم أطفال أسوياء. أولاً الأطفال بيعتبروا إن هم بيبقوا يتشردوا، لأن مفيش حد هيراعي طفل زي والده ووالدته. طفل مش لا يمكن هيبقى سعيد إلا في حضن أبوه وأمه. العيل من ده هيطلع عنده عقدة، والبنت حتى عندها عقدة. الشوارع هيبقى في الشارع، نفسيتهم بتتعب وبيطلعوا أصلاً مش كويسين. طبعاً النشا بتاع الأطفال بتطلع الأطفال متدمرة، كل العقل تيجي على الطفل.